ولذلك حسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، هذا الأمر هو الدين، في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه ولو أتى بعبادات. ولذلك بعضهم يملح البدعة بأن هذا ذكر، دعاء، صلاة، صيام، هذا من كيسه. الشرع ما يؤخذ بالعقول ولا بالافتراءات ولا بالتحسينات ولا بالتذوقات، لا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. ما هو على كيف الإنسان أنه يبتدع. ولذلك يقول رحمه الله في تتمة كلامه، قال: وهذا الشرع مبني على أصلين، أولاً أن يعبد الله، الثاني أن يعبد الله على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.